السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي متابعي قناة روعة الطبيعة والجمال، أهلا وسهلا بكم مجددا. جئنا بكم إلى هذه المزرعة وسأريكم حوض يعني اندهشت منه، من ضخامته ومن طوله وعرضه. أنا طبعا أول مرة أشوف هذا الحوض. طبعا في الغالب الأحواض التي تبنى في المزارع يا متوسطة يا صغيرة، أما هذا الحوض حجمه كبير جدا، يعني حتى يمتلئ يباله يومين كاملات حتى يمتلئ هذا الحوض بالمياه. وسبحان الله انظروا إليه ما أكبره، حجمه كبير جدا جدا، انظروا إليه. إذا أعجبكم الفيديو أعزائي متابعي قناة روعة الطبيعة والجمال، أدعوكم إلى الاشتراك في هذه القناة وعمل لايكات كثيرة، وأشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.